مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. كلنا واحد حلمنا واحد، مع بعضنا كلنا ناجحين. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات مدارس حسام الدين، معاكم مستر صبري حسان مدرس الجغرافيا. وحشتونا كتير قوي بلغة الجغرافيا، وحشتونا من المحيط للخليج. نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، احنا ان شاء الله قررنا نتواصل معاكم من خلال فيديوهات. الفيديوهات دي هنشرح فيها أجزاء من المنهج المختلفة بالتفصيل. يلا بينا مع بعض ونبدأ أول جزء. حبايب قلبي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم. تعالوا نحاول نفتكر مع بعض كده آخر درس أخدناه مع بعض كان توزيع السكان في مصر. عرفنا ساعتها إن توزيع السكان في مصر يتميز بالتمركز الشديد. حد فاكر ليه كنا بنقول يتميز توزيع السكان في مصر بالتمركز الشديد؟ اتفضل يا يوسف. تمام، برافو عليك. أيوة، قلنا لأن عدد كبير جدا من سكان مصر يتركز في الوادي والدلتا. العدد الأكبر من سكان مصر يتميز في الوادي والدلتا. النهاردة معادنا مع درس جديد من دروسنا في جغرافية مصر، هنتكلم فيه عن المشكلة السكانية في مصر. بداية عايزين نعرف مع بعض مفهوم المشكلة السكانية كمصطلح. المشكلة السكانية معناها النمو السريع للسكان والذي لا يتناسب مع موارد الدولة المتاحة. تاني، النمو السريع للسكان والذي لا يتناسب مع موارد الدولة المتاحة. ينتج عن هذا العدم تناسب، أو ينتج عن عدم التناسب بين السكان والموارد في مصر، مجموعة من المشكلات، منها انخفاض في المستوى الصحي، انخفاض في المستوى التعليمي، انخفاض في المستوى الاقتصادي، وكذلك سوء توزيع السكان. أول عنصر رئيسي هنتكلم عنه من عناصر المشكلة السكانية أو من عناصر الدرس بتاعنا النهاردة هو أبعاد المشكلة السكانية، أو بمعنى آخر أسباب المشكلة السكانية. أسباب المشكلة السكانية لها أربع أبعاد أو أربع أسباب. أول سبب، تعالوا نحاول نعرف كده مع بعض أول سبب. اتفضل معايا. أيوة أحمد اتفضل، برافو عليك. أول سبب من أسباب المشكلة السكانية عندي يتمثل في عدم التوازن ما بين عدد السكان والموارد، وده اللي أشرنا ليه في التعريب بتاعنا، أن عدد السكان يزيد بصورة سريعة جدا في مصر، بينما نمو الموارد في مصر يزيد ولكن بمعدلات أقل، وبالتالي في النهاية يحدث عدم توازن أو عدم كفاية من الموارد الاقتصادية والغذاء بالنسبة لسكان مصر، نتيجة لأن معدلات النمو السكاني عندنا في مصر كبيرة جدا مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي. تعالوا نشوف تاني بعد من أبعاد المشكلة السكانية عندنا. تاني بعد، وهو سوء توزيع السكان. سوء توزيع السكان. وسوء توزيع السكان ده خير دليل عليه الأرقام اللي احنا عرفناها في الدرس اللي فات. عرفنا أن 98.2% تقريبا من سكان مصر عايشين في مساحة 5% فقط من مساحة مصر. يعني العدد الأكبر جدا من سكان مصر يعيش على مساحة صغيرة جدا من مساحة مصر، اللي هي الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. وبالتالي ده يمثل سوء في توزيع السكان في مصر، لأن احنا عندنا أكتر من 1,000,000 كيلومتر مربع، وجدنا أن السكان عايشين بس في 5% من هذه المساحة المتمثلة في الوادي والدلتا، والتي تقارب حوالي 45,000 كيلومتر مربع فقط من مساحة مصر. وبالتالي أصبح البعد الثاني أو السبب الثاني من أسباب المشكلة السكانية سوء توزيع السكان. نشوف مع بعض المشكلة السكانية البعد الثالث ليها أو السبب الثالث ليها، وهو التوزيع العمري للسكان. التوزيع العمري للسكان بمعنى إيه؟ ده ذكرناه في الدرس الأول من منهجنا. اتكلمنا عن إن سكان مصر
بنمثله في رسم بياني اسمه الهرم السكاني. فمن خلال ملاحظتنا للهرم السكاني لمصر وجدنا إن الفئة العمرية صغيرة السن عددها كبير، وده بيمثل عبء كبير جدا على سكان مصر، لأن كل زيادة في نسبة أو فئة صغار السن بتؤدي إلى زيادة نسبة اسمها نسبة الإعالة في مصر، وبالتالي إن التوزيع العمري للسكان في مصر يمثل عبء كتير أو عبء كبير جدا على الدولة وعلى رب الأسرة، لأن الفئة الصغيرة في السن عددها كبير جدا. إذن وصلنا لحد دلوقتي إلى ثلاث أبعاد من أبعاد المشكلة السكانية، وهما نمرة واحد عدم التوازن بين عدد السكان والموارد، نمرة اتنين سوء توزيع السكان، نمرة تلاتة التوزيع العمري للسكان اللي بيمثل عبء كبير جدا على الدولة وعلى رب الأسرة. أما السبب الرابع والأخير فهو يشمل مجموعة من المشكلات اللي أدت إلى حدوث هذه المشكلة السكانية، تتمثل في زيادة نسبة كل من الفقر والبطالة والأمية. زي ما شفنا مع بعض اهو، السبب الرابع والأخير أو البعد الرابع والأخير من أبعاد المشكلة السكانية تمثل في زيادة نسبة الأمية، زيادة نسبة البطالة، وكذلك زيادة نسبة الفقر. إذن دي كانت أسباب المشكلة السكانية عند في مصر، أربع أسباب، أربع أبعاد. واحد، عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية، سوء توزيع السكان، التوزيع العمري للسكان، وأخيرا زيادة نسبة الأمية والبطالة والفقر. تعالوا ننقل مع بعض على عنصر جديد من عناصرنا لهذا الدرس. المشكلة السكانية التي يعاني منها سكان مصر نتج عنها مجموعة من النتائج. هذه النتائج زي ما احنا شايفين مع بعض بنقسمها لنوعين من النتائج. أول هذه النتائج وهي نتائج اقتصادية. ثم النوع الثاني من النتائج وهي نتائج اجتماعية. إذن المشكلة السكانية تنقسم نتائجها إلى نوعين من النتائج، نتائج اقتصادية ثم النوع الثاني نتائج اجتماعية. تاني، المشكلة السكانية نتائجها تتمثل في نوعين من النتائج، نتائج اقتصادية ونتائج اجتماعية. هنستعرض مع بعض مجموعة من النتائج الاقتصادية، وكذلك هنستعرض مع بعض مجموعة من النتائج الاجتماعية. نبدأ أولا بالنتائج الاقتصادية. النتائج الاقتصادية تتمثل في نتيجتين مهمتين جدا، وهما نمرة واحد نقص الغذاء، بمعنى أن كميات الغذاء المتوفرة في مصر لا تكفي حاجة السكان، وده زي ما قلنا من شوية لأن معدلات النمو السكاني تزيد بصورة أكبر من معدلات النمو الاقتصادي ومن معدلات إنتاج الغذاء، وبالتالي يتعرض سكان مصر لنقص في الغذاء. إذن أول نتيجة من النتائج الاقتصادية عندي نقص كميات الغذاء أو نقص الغذاء. النتيجة الثانية من النتائج الاقتصادية تتمثل في نقص نصيب الفرد من المياه العذبة. كل فرد من الأفراد على مستوى مصر، على مستوى العالم، المفروض إن هو ليه نسبة معينة من المية يستخدمها خلال العام. تقدر هذه النسبة على المستوى العالمي بحوالي 750 خلال السنة. وجدنا إن معدل أو نصيب الفرد من المية عندنا في مصر بالنسبة للعالم أقل من الحد الأدنى لاستخدام المياه في العالم. فوجدنا إن الحد الأدنى لاستخدام المياه على مستوى العالم، وجدنا إن نصيب الفرد أقل من ده عندنا في مصر حوالي 750 زي ما قلنا، وبالتالي نعاني من نقص نصيب الفرد بالنسبة للماء العذب، ودي النتيجة الثانية من النتائج الاقتصادية. إذن شفنا كده مع بعض إن النتائج الاقتصادية تتمثل في نتيجتين، نمرة واحد نقص الغذاء، ونمرة اتنين نقص نصيب الفرد من الماء العذب. بكده يكون استعرضنا مع بعض النتائج الاقتصادية، اللي بكرر تاني وأقول
إن هما نتيجتين نقص الغذاء، ونمرة اتنين نقص نصيب الفرد من الماء العذب. ننتقل مع بعض إلى النتائج التانية من النتائج المشكلة السكانية، وهي النتائج الاجتماعية. تتمثل النتائج الاجتماعية في مجموعة كبيرة من النتائج، هنستعرضها مع بعض ونتكلم عن نتيجة من هذه النتائج. أول هذه النتائج تتمثل في البطالة. البطالة نتيجة من نتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية، تسبب مشكلات كبيرة جدا لمصر. واحد من زمايلنا هيقول يعني إيه البطالة؟ البطالة أن يكون الفرد قادر على العمل ويرغب فيه، لكنه لا يجد فرصة عمل. وترتفع معدلات البطالة لدينا في مصر لأن عدد كبير من شباب مصر لا يجد الفرصة المناسبة للعمل، وبالتالي تنتشر معدلات مرتفعة من البطالة عندنا في مصر. إذن أول نتيجة من النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية البطالة. تاني نتيجة عندنا من النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية وهي الأمية. ما معنى الأمية؟ الأمية هي عدم معرفة الإنسان للقراءة والكتابة، وده راجع لأسباب كتير جدا، منها ارتفاع تكاليف التعليم، عدم توافر الخدمات التعليمية كما ينبغي أن تكون في المدارس الحكومية، كذلك إن بيستخدموا الأطفال كأيدي عاملة. يبقى دي أسباب مختلفة أدت إلى انتشار الأمية كنتيجة من النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية عندنا في مصر. يبقى لحد دلوقتي عندنا نتيجتين من النتائج الاجتماعية يتمثلوا في البطالة والأمية. النتيجة الثالثة عندي من النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية وهي الفقر. الفقر أيضا من النتائج الاجتماعية التي تسبب مشكلات كبيرة في المجتمع المصري. والفقر له أكثر من تعريف. يعرف الفقر بأنه ألا يجد الإنسان قوت يومه. ألا يجد الإنسان قوت يومه، بمعنى أن الإنسان ليس لديه القدرة على أن يوفر غذاء يومه، الغذاء الذي يحتاجه خلال اليوم بتاعه. وبالتالي ده تعريف بالنسبة لنا اقتصادي بالنسبة للفقر. له تعريف آخر، وهو أن يكون دخل الفرد أقل من دولارين خلال اليوم. تعريف عالمي آخر، أن يقل دخل الفرد عن دولارين خلال اليوم، يعني 2 دولار. وبالتالي ده تعريف آخر للفقر. النتيجة الرابعة من النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية تتمثل في الإدمان وتعاطي المخدرات. الإدمان وتعاطي المخدرات تعتبر أخطر النتائج الاجتماعية، لأنها تهدد أهم فئة من فئات المجتمع المصري، وهي فئة الشباب. والإدمان من الممكن أن ينتج عن مجموعة من النتائج اللي احنا اتكلمنا عنها. قد يكون الإدمان بسبب البطالة، قد يكون الإدمان بسبب الأمية، قد يكون الإدمان بسبب الفقر. إذن وصلنا إلى 4 نتائج من النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية، وهي البطالة، الأمية، الفقر، الإدمان. آخر مشكلة عندي أو آخر نتيجة من نتائج المشكلة السكانية تتمثل في الازدحام وظهور العشوائيات أو ما يعرف بالمناطق العشوائية. وده راجع لأسباب تناولناها في الدرس السابق. قلنا إن في عدد كبير من سكان مصر بيهاجروا من الريف إلى المدن، وينتج عن ذلك شدة ازدحام في المدن وظهور ما يعرف بالعشوائيات. وتعرفنا في الدرس السابق على معنى العشوائيات. حد من حبايبنا ممكن يعرف لنا العشوائيات؟ اتفضلي يا مريم. تمام، برافو عليك. أيوة، العشوائيات قلنا مناطق تنشأ على أطراف المدن الكبرى بدون تخطيط، وتتدنى فيها الخدمات. تاني،
مناطق تنشأ على أطراف المدن الكبرى بدون تخطيط وتتدنى فيها الخدمات المختلفة. إذن كده وصلنا إلى أن النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية تمثلت في 5 نتائج، وهي البطالة، الإدمان، الفقر، الأمية، وأخيرا الازدحام وظهور العشوائيات. طب إذا كانت دي النتائج اللي نتجت عن المشكلة السكانية، طب تعالوا نشوف مع بعض مجموعة السيناريوهات أو الحلول أو الأساليب اللي ممكن من خلالها نحل المشكلة السكانية. تتمثل في مجموعة من الأساليب المختلفة، منها 1 التوسع في مجالات التنمية الإقليمية، بمعنى إن إحنا نحاول نعمل مشروعات تنمية لكل إقليم على حدة، فنبحث في مناطق مصر المختلفة عن الأماكن التي لم يهتم بها في مجالات التنمية الاقتصادية، ونبحث عن مشروعات لتنمية هذه الأقاليم. السيناريو أو الأسلوب الثاني، البحث عن مصادر جديدة للمياه. بدلا من الاعتماد على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه فقط في مصر، هناك مصادر أخرى للمياه، قد تكون تحلية مياه البحر، قد تكون حفر الآبار العميقة اللي نستخرج منها المياه الباطنية، قد يكون إعادة استخدام مياه الصرف الصحي مرة أخرى، ولكن في استصلاح أراضي جديدة في الصحراء أو في ري أشجار الحدائق والشوارع المختلفة. أيضا من الأساليب المقترحة لحل المشكلة السكانية تطوير التعليم، خاصة التعليم الفني، تطوير التعليم خاصة التعليم الفني، لأن هذا النوع من التعليم يخرج لنا متعلم لديه مهارات مختلفة في الحرف المختلفة التي يحتاج إليها المجتمع المصري. 4 تحسين العلاقات بالدول الخارجية. تحسين علاقة مصر بالدول الخارجية، لأن من الممكن أن يحدث تعاون بين مصر ودول أخرى في مجالات التنمية، في مجالات حل المشكلة السكانية، في مجالات مختلفة، يأتي هذا من خلال التعاون المشترك بين مصر والدول المختلفة. أخيرا، اتباع برامج فعالة للتنمية البشرية، بمعنى أن احنا نزود من المهارات ونزود من القدرات الخاصة بالأفراد، الخاصة بالشباب، الخاصة بالعنصر البشري، حتى يكون لدى الفرد أكتر من مهارة وأكتر من قدرة، بحيث يبقى هناك تنافس في أسواق العمل على أن ينتمي هذا العنصر البشري إلى أي فروع من فروع التنمية المختلفة أو أي حرف من الحرف المختلفة. بعد ما استعرضنا عناصر درسنا النهاردة اللي تمثلت في أبعاد المشكلة السكانية، ثم نتائج المشكلة السكانية اللي انقسمت لنوعين من النتائج، نتائج اقتصادية ونتائج اجتماعية، أخيرا اتكلمنا عن السيناريوهات أو الأساليب المقترحة لحل المشكلة السكانية. تعالوا نستعرض مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي نشوف من خلالها إحنا وصلنا لإيه في هذا الدرس. أول سؤال، جميع ما يأتي من أسباب المشكلة السكانية، جميع ما يأتي من أسباب المشكلة السكانية ما عدا عدم التوازن بين السكان والموارد، التوزيع الجيد للسكان، البطالة والأمية، التوزيع العمري للسكان. اتفضلي يا هنا، برافو عليك، ممتازة. كل فعلا اللي قدامنا من أسباب المشكلة السكانية ما عدا التوزيع الجيد للسكان، زي ما قالت هنا، برافو عليك، ممتازة، تمام. سؤال تاني، ما النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية في مصر؟ من النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية في مصر، نقص الغذاء، نقص موارد المياه، نقص التكنولوجيا، ازدحام السكان. تفضل يا عمر، تمام، برافو عليك. أيوة، من النتائج الاجتماعية للمشكلة السكانية ازدحام السكان، أما نقص الغذاء ونقص الموارد فدي من النتائج الاقتصادية. بكده يكون وصلنا مع بعض لنهاية درسنا النهاردة عن المشكلة السكانية. أتمنى أن احنا نكون استفدنا مع بعض، وبأكد عليكم تاني أن احنا نتابع مع بعض أي سؤال أي استفسار
من خلال متابعتنا مع بعض نقدر إن شاء الله نحله. أشوفكم على خير في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.